أرحب بكم من دار الأوبرا المصرية. لازلنا نتابع معكم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين. هذه الليلة هي الليلة قبل الأخيرة لهذا المهرجان الذي كما تحدثت هو يرفع شعار كامل العدد في أغلب حفلات هذا المهرجان في هذه النسخة في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. اليوم وبعد قليل سيصعد الفنان الكبير علي الحجار إلى مسرح النافورة ليبدأ هذه الليلة الجميلة التي منذ أن فتحت دار الأوبرا المصرية أبوابها منذ قليل وهناك عدد كبير من الجمهور الذي يقبل على هذه الحفلة نظرا بالطبع لحبه الشديد للفنان علي الحجار، وسيشارك بعدد كبير من الأغاني. اليوم نتحدث عن ما يقرب من 24 أغنية سيقدمهم الفنان علي الحجار. أيضا مفاجأة هذا الحفل اليوم مشاركة الموسيقار والفنان الشاب الإماراتي أحمد الهاشمي، وهو شاب وفنان من ذوي الهمم. قررت دار الأوبرا المصرية أن توجه له الدعوة ليشارك الفنان الكبير علي الحجار في هذا الحفل الكبير، وعندما تحدثنا معه منذ قليل يعني عبر عن مدى سعادته بمشاركته في هذا الحفل في دار الأوبرا المصرية مع الفنان الكبير علي الحجار. أيضا يعني تستعد دار الأوبرا المصرية غدا للحفل الختامي الذي ستحييه الفنانة مي فاروق في دار الأوبرا المصرية، واليوم تحديدا بالتزامن مع هذا الحفل الذي يقام في مسرح النافورة الآن هناك مسرح أوبرا الإسكندرية يقام حفل للفنان أحمد جمال، وهذا يأتي في إطار حرص وزارة الثقافة في استضافة المسارح الخاصة بالأوبرا في مسرح دار الأوبرا المصرية هنا وفي دمنهور وفي الإسكندرية لكل الحفلات التي جمعت أكثر من 70 مطرب ومطربة من مصر والوطن العربي منذ أن بدأ مهرجان الموسيقى العربية في هذه النسخة منذ أول يوم، وهو يشهد إقبال كبير من الجمهور التي حرصت أيضا وزارة الثقافة على إرضاء كل الأذواق الفنية. وعندما نتحدث دائما مع الجمهور يشيد بمدى التنظيم ومدى التنوع في الحفلات الفنية المختلفة الموجودة في دار الأوبرا المصرية. اليوم أيضا الفنان علي الحجار سيقدم بعض من أغانيه الجميلة، منها المال والبنون، طاير يا هوى، ما فيناش من الخوف، بمشاركة الفنان أحمد الهاشمي. وغدا إن شاء الله هتكون يعني ختام هذا المهرجان بليلة كبيرة نتوقعها أيضا أن تكون كاملة العدد ليودع الجمهور هذه النسخة التي جاءت يعني الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط بحضور عدد كبير من الجمهور ومن الفنانين أيضا في هذه النسخة. هذه هي الصورة بالنسبة لحفل الفنان علي الحجار. نعم، النسخة الثانية والثلاثين والتي كما ذكرت رفعت شعار كامل العدد. الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من دار الأوبرا المصرية، شكرا جزيلا لك.